اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن رشد الزياني وزير الخارجية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك مع سعادة السيد ماريو أودولفو بوكارو وزير خارجية جمهورية غواتيمالا الصديقة. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية غواتيمالا الصديقة وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.